أكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية صادق المعموري أن تركيا تنوي الدخول بمشاريع كبيرة داخل العراق، من ضمنها مد سكة حديدية بينها وبين العراق. الحقيقة شركات تركيا دخلت العراق في مجالين، في مجال إعادة الإعمار وفي مجال تنفيذ المشاريع، إضافة إلى أن هناك كثير من المشاريع الاستثمارية ينوي الجانب التركي الدخول إليها. هناك مشروع استراتيجي كبير عند لقائنا مع على هامش التحضيرات لهذا المؤتمر مع السيد السفير التركي عند زيارتي للاتحاد قبل عدة أيام. هناك حقيقة مشروع استثماري كبير هو مشروع القناة الجافة ومشروع ميناء الفاو الكبير، ينوي الجانب التركي الدخول كمستثمر به بشكل كبير، ولا سيما موضوع مد خط سكك حديد بين جنوب العراق ميناء الفاو وبين تركيا مرورا بالموصل بشكل مباشر دون المرور عن طريق سوريا. هذا الحقيقة الخط أو هذا الطريق سيوفر فرص كبيرة للجانب العراقي والجانب التركي، حيث ستنتعش التجارة بين البلدين، إضافة لأنه ستقوم بنقل البضائع التي تأتي من جنوب شرق آسيا من الصين واليابان إلى أوروبا عن طريق هذا الطريق، مما يخفف أو يقلل من كلف هذه البضائع بنسبة تزيد على 10%.